منتابع سوا حلقتنا اليوم من لايف، ورح نتعرف هلا مشاهدين على برنامج هالسنه لمهرجان لمبيد بجبل لبنان اللي عم بيصير للسنه الثانيه على التوالي. تفاصيل اكثر مع ضيوفنا. برحب بالاب شرب الحجار، صباح الخير ابونا. صباح النور، شرفتنا. وسنتيا ابو سليمان، اهلا وسهلا فيكي، شرفتونا. حضرتكم منظمي هالحدث اللي مثل ما قلت عم بيصير للسنه الثانيه على التوالي. اسمحوا لي بس اسال، كيف شو هي الظروف اللي ادت لانشاء هالتجمع الخمارات بجبل لبنان اللي هن كمان عم بينظموا الحدث برفقتكم؟ شكرا لك. الظروف هي انه بمنطقه جبل لبنان في بحدود ال 20 خماره. نعم. وغالبيتها مش ملقى الضوء عليها. فبنلتقى بمهرجانات، بنلتقى بمعارض، وانطلاقا من هالاجواء هذه نبتت عندنا الفكره انه ننظم حالنا، نعمل تجمع، ننظم حالنا ونعرف العالم على هالمنطقة. نوضع منطقة جبل لبنان تمتد من جبيل لبحمدون للشوف على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية بموضوع لمبيد بالوطن. قلت شيء كثير ملفت أبونا اللي هو أنه في 20 خمارة بس بمنطقة جبل لبنان. صحيح صحيح. يعني كتار منا ما كانوا بيعرفوا هال غالبية التفاصيل. العالم ما بتعرفها. صحيح. نعتقد أنه أكثر شمالا بلبنان موجودة الخمارات الأساسية. لا، بالأحر البقاع. نعم. لأنه خزان العنب والسهل. نعم. هو البقاع، غالبية الخمارات هي موجودة بمحافظة البقاع. نعم. على كل إن انتم رح تصيروا مؤسسه او جمعيه رسميه قريبا، ناطرين على المؤتمر. نحن قدمنا اوراقنا للداخليه لنصير عندنا صفه قانونيه، وهلا بمرحله اخذ العلم والخبر. نعم. سنتيا، في اكثر من هدف لهالمهرجان، خبرينا شوي. مثل ما قال ابونا، نحن كان الهدف انه نتجمع كلنا كخمارات جبل لبنان ونضوي على هالمنطقه، منطقه جبل لبنان اللي هي منتجه للنبيذ من الاف السنين. بلشوا الخوارنه والقدره بالاول بصناعه النبيذ بهالمنطقه، وبعدين للاستهلاك الشخصي بوقتها. للاستهلاك الشخصي، وتطورت مع الوقت. هلا صرنا 20 خماره بجبل لبنان، البعض منهم معروف اكثر من البعض الثاني. من هيك حبينا نضوي ونعرف خاصة منطقة جبل لبنان على هالإنتاج اللي هو من إنتاج المنطقة، وحتى نعرف لبنان كله وبالخارج على نبيذ جبل لبنان ويتذوقوا ويستلذوا بطعمته الطيبة. يعني الخمارات المعروفة عم نشوف كيف عم تتطور وشو الجديد عندها من خلال هالحدث، والخمارات الجديدة كمان هذه فرصة حتى نتذوق المنبيت حتى ينطلقوا ويتذوقوا. يعني دعمنا لهم أكيد. نحن على طول بهمنا دعم المنتجين النبيذ. بتعرفي النبيذ كثير منتج له أهمية، وهالفترة كثير عم بياخذ أهمية بكل العالم. يعني عم يتقدم النبيذ على كثير كومبيتيشنز عالمية. النبيذ اللبناني عم يوصل لكل أنحاء العالم، وحتى من جبل لبنان في كتير خمارات عم بتقدم انتاجها من لنبيد أنانية على كومبيتيشن عالمية، وعم بيربحوا جولد ميدال ودبل جولد ميدال. يعني بتصور لازم يتضوا عليه ولازم ياخدوا حقهم ويعرفوا العالم على نبيد، والشعب اللبناني يعرف قيمة هالخمارات وهالمستوى اللي عم بيقدموه. مزبوط. نعم. خلينا نحكي عن برنامج هالسنة. 3 أيام بين 17 و19 آب رح يتم هالحدث. 3 أيام من 17 آب عندنا الافتتاح الرسمي الساعة 8 مع الفرقة الهارمونية التابعة لقوى الأمن الداخلي. من بعد يعني من سهرة موسيقية. سهرة موسيقية. أي ساعة؟ على 8 الافتتاح. نعم. الرسمي. من بعد منا عنا الفنان وسام الأمير رح يحيي لنا بقية السهرة. ونحن الهدف كان أنه من البروغرام الفني العالم مش بس تستلذ بتذوق لنبيد، كمان يكون في نخلق لأجواء مؤاتية ينبسطوا ويستمتعوا بهالتذوق. يعني ثلاث سهرات ممتعة بالهواء الطلق، وعم نشوف هون برنامج هلا ثلاث أيام. نعم. والمكان كمان بياخذ العقل، يعني طبيعة رائعة. خبرينا وين. بباحة كنيسة السيدة ببولونيا تحت السنوبر بقلب الطبيعة الحلوة. هيدي أول ليلة. تاني ليلة 18 آب 18 ساكسوفونيست. آب في عنا الساكسوفونيست رح يعزف وينزل يعمل أجواء كتير حلوة بين العالم اللي عم تتذوق نبيد. من بعد عنا فرقة الترامواي بيروت. نعم. نهار الأحد عنا فيولونيست كريستين خوري كمان رح تعملنا أجواء حلوة، وبيرجع عنا الفنان شادي عيدموني رح يختتم لنا المهرجان. نعم. فإذا ثلاث ليالي برنامج فني
غني وكمان فرصة يتعرفوا على مختلف أنواع النبيذ بمنطقة جبل لبنان. مأكولات كمان رح تكون موجودة أكيد، في ستاندات أكل، والأهم شيء كمان في ستاندات تشيز، ستاند نعم. تشيز العالم فيها تستلذ وتعمل تشيز أند وان، بتعرفي بالجبل برود يعني بيقدروا حلو. يقعدوا ويطولوا بالسهرة ويطولوا بالسهرة، يعني كاس نبيذ، مأكولات طيبة، فينجر فود، وأجواء موسيقية ممتعة رح يرافقوكم لساعات الصباح الأولى بتصور إن شاء الله. إن شاء الله هيدا الهدف الترفيهي، ولكن بدي أحكي شوي عن سوق النبيذ بلبنان معك أبونا. استيراد النبيذ الأجنبي كيف عم بيأثر على هالخمارات؟ قبل شيء بدي نوه أنه هذا المهرجان برعاية وزير الإعلام نعم. الأستاذ منحي مرياشي، ورح يكون الافتتاح الرسمي برعايته. نعم. موضوع اليوم خصوصا هالسنة الكل شعروا بالضائقة الاقتصادية الموجودة بالبلد كل المجالات نعم. صحيح، وأثرت بشكل مباشر على قطاع الخمر، بالإضافة إلى أنه الدولة مش عم تحمينا بشكل كافي، وخصوصا على موضوع استيراد النبيذ من الخارج. يعني نحن في مرحلة إذا كنا عم نصدر لبرا، الدولة المستضيفة لنبيذنا عندها قوانين كتير صارمة كتير شديدة إن كان بالضرائب لتحمي منتجها المحلي. نعم. هذا مش كتير متوفر عنا. عنا بلبنان. مش كتير متوفر. شو الوضع عنا بلبنان؟ ما في قوانين بالنسبة لهالموضوع؟ واسع كتير القوانين. نعم. في قوانين بس واسع كتير وسهل كتير يعني. لأنه في شيء طاغي المصلحة الفردية على مصلحة الاقتصاد الوطني. نعم. بكل أسف. هذا الطابع الشخصاني مسيطر عنا ببلدنا. يعني الشركات اللي عم بتصدر هالنبيذ الأجنبي هي اللي عم تستفيد؟ إيه أكيد أكيد أكثر نعم. ما عم تستفيد الدولة وخزينة الدولة نعم. وهذا عم بيأثر سلبا على المنتجين المحليين يعني. بدنا نشوف بروموسيون لهالمهرجان وبدي كمل بهالموضوع لأنه كتير مهمة أبونا، تفضلوا. مهرجان النبيذ لعام 2018 في باحة كنيسة السيدة غابة بولونيا. يتخلل المهرجان برنامج فني ترفيهي منوع، كونوا على الموعد في 17 18 و19. اذا بدنا نقارن النبيذ الاجنبي اللي عم بيتصدر من الخارج بالنبيذ اللبناني بس بالطعمه، بالطعمه اكيد كل بلد عنده عده مستويات من الخمر نعم. يعني الخمر الجيد جدا، الوسط، والعادي. اجمالا بلبنان الخمر المستورد من برا جيد جدا، نسبته قليله. نعم. بيجي على لبنان نوعيه النبيذ الوسط وما دون الوسط. هون قادرين يضربونا فيه لهذا النبيذ، لانه نحن بنستورد من برا الانيني والفليني نعم. مواد التخمير. هيك بيطلع الكلفه الانتاج المحلي عالي، وعم بيجي من برا كميات هائله من النبيذ. يعني كلفه النبيذ المستورد من الخارج كثير عاليه مقارنه بكلفه النبيذ المحلي، ولكن هذا منه دليل على طعم مستوى الطعمه او جوده النبيذ. صح، من هيك عم بقول لك اللي عم بيجي على لبنان هو الوسط وما دون الوسط. نعم. عم بيوصل بكلفه كثير واطيه، من هيك عم بيضارب النبيذ اللبناني، يعني عم تنباع الانينه باسعار ارخص من النبيذ اللبناني. والمستهلك اللبناني ما يعني اوكي عم بيمشي انه انا عم بشتري نبيذ اجنبي نعم. بينما نحن بهمنا لا نضوي ونشجعه انه يشرب نبيذ لبناني ويدوق يتذوق النبيذ اللبناني، لانه النبيذ اللبناني صار بضاهي جوده اي نبيذ. صحيح. والجوائز اللي حصلنا عليها هي الدليل، هي صحيح. اكبر دليل. نعم. هل في دخول سعر دخول على المهرجان؟ تعرف الدخول هي كتير رسمية 15,000 ليرة، هي بس لدعم للمهرجان ولمصاريف المهرجان. بيرجع بيطلع لهم 2 كوبون كاش باك ب 10,000، يعني كل واحدة 5 ميل بيقدروا يشتروا فيها مأكولات أو شيء، بيقدروا أكيد يشتروا بيض كمان أكيد. من الخمارات الموجودة أهم شيء يشتروا بيض ويدوقوا البيض. نعم. إن شاء الله يستفيدوا من هالفرصة ومن هالثلاث ليالي اللي راح تكون رائعة بالهواء الطلق. أنا بشكر حضوركم معنا وعقبال كل سنة. مرسي، منشعر الجميع وأهلا وسهلا فيكم كمان. ووقفي مشاهدينا ومتابعي حلقتنا، خليكم معنا.